هكذا تبدو النفايات التي ننتجها يومياً بعد أن تغادر منازلنا، أكوام تزداد بشكل متسارع لتلوث المياه والتربة والهواء. ولا تخلو أي مدينة عربية من هذه المناظر، لا بل إن جزءاً كبيراً منها بات يشكل جبالاً من النفايات على مشارف البحر الأبيض المتوسط. الناس ما بتهتم هالنفايات من بعد ما هي تكبها وتحطها بالمستوعب وين عم بتروح، ما عندنا هالوعي. منضيف عليه أنه الحكومات البلديات ما عم بتقوم بهالدور بشكل فعال. وصل حجم إنتاج النفايات في منطقة الشرق الأوسط إلى أكثر من 150 مليون طن سنوياً. خبراء النفايات الصلبة يركزون على مفاهيم ثلاثة وأساسية في إدارة النفايات: أولاً، تخفيض إنتاج النفايات. ثانياً، إعادة استخدام المواد الملوثة للبيئة كالأكياس والعبوات البلاستيكية. وثالثاً، إعادة التدوير. تبدأ عملية إعادة التدوير بفرز النفايات في المنزل، عبوات مخصصة للبلاستيك وأخرى للورق وأخرى للمواد العضوية، عملية لا ينفذها المواطن العربي على نطاق واسع، وذلك لأسباب عدة. شيء غلبي بعدين، يعني فيش شيء يعني اللي يخليك تفرزها، يعني ما في، يعني مش مصنفين المهملات عندنا اصلا، ولا عاملينها متابعه اصلا، يعني كيف الدوله هون. فانا افرز على عاطلي انا ليش فرز؟ ما بفرز لا البلاستيك، لا تقول لي قزاز وبلاستيك لحال ولا كله مع بعض. ليش؟ ثقافه يعني هيك تعودنا، يعني ما بعرف. يعني باخذ شنطتي من البيت بحطها في صندوق الكمام، اكثر من كده ما بعملش. اعتقد انه فيش ناس يعني عندها الثقافه هاي انه تفصل النفايات عن بعض، او ما في تشجيع اعلامي، ما في تشجيع من جهات مختصه حتى ينبهوا الناس للشغله هاي. عمليه فرز النفايات القابله للتدوير التي لا تتم في المنازل العربيه تتطلب فرزا لاحقا في مصانع متخصصه. هنا في الشارقة في دولة الإمارات تعمل أكبر شركات إدارة النفايات على فرز أنواع متعددة من النفايات. طبعاً عندنا المصنع الخاص بإعادة تدوير الإطارات، عندنا المصنع اللي خاص بإعادة استخدام وتدوير مخلفات البناء. الشيء الكبير اللي طبعاً موجود عندنا أيضاً هو مصنع إعادة تدوير المخلفات المنزلية، اللي مخلفات الأكل والمواد العضوية. لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وهو الأكبر في الشرق الأوسط والثالث من حيث قدرته على الاستيعاب في العالم. إلى هنا يصل نحو 1250 طن من النفايات يومياً من إمارة الشارقة. المرحلة هذه اللي هي مرحلة ما قبل ما تدخل المواد على المكان الرئيسي لعملية الفرز. هذه المنطقة يتم فيها فرز القطع الكبيرة اللي ما نقدر نستوعبها نحن في داخل المصنع الرئيسي. مثلا عندك الإطارات، عندك الأثاث، عندك كمية كبيرة من المواد البلاستيكية الكبيرة اللي في الوقت الحالي عملية تفكيكها صعبة، وفي إن شاء الله خلال شهر ونصف يأتينا جهاز يقوم بعملية تفكيك مثل هذه الأكياس السود أو الأكياس بشكل عام. الآن المرحلة الثالثة كل المواد اللي هي أصغر أو نسميها المواد صغيرة الحجم، المواد المتوسطة والكبيرة تم التخلص منها في هذه المرحلة. الآن هذه المرحلة، الآن إذا تكلمنا عن رحلة عبور، كي خلينا نقول على سبيل المثال عبوة ماء غازية، فالآن هي تنتقل من البداية، الآن دخلت في المرحلة هذه اللي هو مرحلة الفرز النهائية لكل مادة على حدة. عملية مكلفة يمكن الاستغناء عنها بطريقة بسيطة لو توفرت عبوات للفرز في جميع المنازل.
السبب ان فيه مشكله كبيره في الموضوع او المصاريف والتكاليف العاليه في موضوع فرز المواد اصلا، ان ما يتم فرزها من مطبخ المنزل. هني الاشكال. لو يتم الفرز من البدايه احنا كلنا مرتاحين، حتى التكاليف الباهظه لمرافق مثل هذه راح تكون اقل بكثير. بدل ما واحد يصرف مثلا ما يقارب ال 200 مليون يمكن يصرف ل 60 مليون. يتم إرسال هذه الرزم المفروزة إلى مصانع أخرى من أجل إعادة التدوير. تعتبر الإمارات العربية المتحدة من بين الدول العربية الأكثر تقدماً في مجال إدارة النفايات. رغم ذلك، تتجاوز نسبة إنتاج النفايات الكيلوغرامين في اليوم للفرد الواحد، وهي من بين أعلى النسب عالمياً. أقرت الإمارات في الآونة الأخيرة قانوناً يفرض على المحال التجارية استخدام أكياس بلاستيكية جديدة تشبه بشكلها الأكياس البلاستيكية القديمة، لكنها تتحلل بشكل طبيعي خلال أشهر. لكن بعض الخبراء يقولون إن عملية إعادة تدوير الأكياس الجديدة تنتج مادة كيميائية صلبة يصعب إعادة استخدامها إلا في صناعات نادرة، ويبدو أن هذه الأكياس لا تأتي بحل للمشكلة. الأكياس الجديدة لا تختلف عن القديمة، لأن البلاستيك حتى لو تفكك لا يزال موجوداً، وهذه القطع الصغيرة قد تطير وتلوث الهواء. لا أعتقد أن الأكياس الجديدة هي الحل، بل الحل يكمن في حث المستهلك على استخدام أكياس بلاستيكية أقل. هذه أول خطوة، أو فرض رسم على كل كيس بلاستيكي كي يتشجع المستهلك على استخدام أكياس من قماش كما في الدول الأوروبية. يفرض عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا ما يعرف بالضريبة البيئية، وهدفها الحد من كمية النفايات التي ينتجها الفرد أو الشركات وتغريمهم إذا أنتجوا كمية تفوق النسب المحددة لهم. فكرة لاقت ردود فعل متباينة عندما طرحناها على المرة. على الوصل بتاع النور برضو في فلوس زبالة، واللي بيجينا برضو بياخد فلوس زبالة، ندفع ليه تاني؟ الموضوع ده كويس جداً جداً جداً، بس على أساس هيبقى فيه التزام ولا مش هيبقى فيه التزام؟ الحكومة تتكفل بكل حاجة، المواطن ما يدفعش ولا حاجة. يلا اللي عندكم عيال يصرف عليهم ولا يدفع ضرائب بتاع الزبالة؟ جزء من المشكلة إذن هو أن المواطن العربي لا يعتبر إدارة النفايات من أولوياته، بينما تعتمد بعض الحكومات العربية على حلول قصيرة الأمد لإدارة الأزمة. في لبنان على سبيل المثال، تقول بلدية صيدا إنها وبعد الحصول على تمويل من الحكومة اللبنانية ومنحة من المملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليون دولار، ستعمد إلى إغلاق مكب النفايات في مدينة صيدا، إحدى أكبر المدن في جنوب البلاد. هلا المعالجة، كيف طريقة المعالجة؟ هذا الجبل بده يتعالج بطريقة الفرز. حينفرز المواد اللي صالحة للردم مثل ما شايفين، اللي عبارة عن أتر وصخر، حتنردم بالبحر. والمواد، كل المواد الضارة الغير صالحة للردم بدها تستأصل. هذه الشركة هون دورها بالمعالجة. وطبعاً إحنا بعد ما يتعالج الجبل حيطلع عنا مساحة، المساحة اللي بتنرى بدها تتحول لحدائق عامة وكذا، وبكون عنا مشروع بيئي بامتياز في المعنى الكبير. رغم مطالبات وتحذيرات الخبراء البيئيين في العالم العربي، فلا تزال المطامر والمكبات العشوائية تشكل الطريقة الرئيسية للتخلص من النفايات، إضافة إلى حرقها في الهواء الطلق. وعلى الرغم من انتشار المبادرات الفردية والخاصة لتشجيع إعادة التدوير والحد من كمية النفايات في عدد من دول المنطقة، تبقى المشكلة بعيدة عن حل شامل. اليوم بجدة في معمل لفرز النفايات، بالرياض في معمل لفرز النفايات، بأبو ظبي في معمل لفرز النفايات، بلبنان في كذا معمل لفرز النفايات. وهالشغلة منيحة وأكيد لازم نشجعها، ولكن هيدا ما بيقدر يحل المشكل بطريقة فعالة. لأنه إذا عنا نحن 1000 طن بالنهار نفايات، أحسن نسبة عم تتحقق هي يمكن 100 طن 10% ل 12% او 13% او 15% حسب كبر المعمل وتجهيزاته.
العمل المشترك بين المجتمع والحكومة على خطة واقعية وطويلة الأمد يبدو الحل الوحيد الذي يصر عليه الخبراء لتفادي تفاقم الوضع والوصول إلى كارثة بيئية يصعب معرفة مدى تأثيرها على البيئة وصحة المواطن. جيسي المر، سكاي نيوز عربية.